أكثر من 860 طالباً من ذوي الصعوبات التعليمية ينتظرون اليوم بفارغ الصبر ما سيؤول إليه مصيرهم للعام المقبل. هل ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية التغطية عنهم وتلغي مخصصاتهم؟ هل ينقل ملفهم إلى وزارة التربية؟ أم يكون القرار بشأنهم مشتركاً بين الوزارتين؟ أسئلة حملناها إلى وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي لننقل إليه معاناة الطلاب وأهاليهم. لن نوقف برنامج دعم الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية. عندنا فكرة نحن وزارة التربية أن تأخذ على عاتقها التلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلمية، ولكن هالأمر لم يتم بعد. وزارة التربية بصدد بتركها تحكي عن المشروع طبعا إعداد 30 مدرسة رسمية تقدر تستقبل الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية، ولكن رح تبدأ وزارة التربية بهذا المشروع قريبا، ورح يتم تقييم هذا المشروع ومدى نجاحه وضرورة التصويب فيه. بانتظار أن تصبح وزارة التربية جاهزة لهذا الأمر، لن توقف وزارة الشؤون الاجتماعية دعم التلاميذ ذوات الصعوبات التعلمية، وأنا لن أقبل بهذا الأمر. خلينا ما نحاكم ولا نحكم على المدرسة الرسمية، المدرسة الرسمية موجودة بلبنان، المدرسة الرسمية تؤدي دور بلبنان، ولكن بانتظار أن تصبح وزارة التربية جاهزة، ساعتها بناخد قرار، قد يكون بعد 6 شهور، قد يكون بعد سنة، أو قد يكون بعد 2، ساعتها يؤخذ قرار إذا بتكون المسؤولية مشتركة بين وزارة التربية والشؤون، أو تنقل لوزارة الشؤون فقط أو لوزارة التربية فقط. كل ما أنا موجود هون ما يعطلوا أيها. بس أنت مش مطول معالي الوزير. لا معلش، على الأقل رح نعطي التعليمات لهيدي السنة وللسنة القادمة، وأكيد بس يجي أي وزير لاستلام هذه الوزارة، لأن الوزارة مش ملك حدا، الوزارات هي ملك الشعب اللبناني والوزراء يتعاقبون على الوزارات، راح أوضح لأي وزير قادم أهمية الحفاظ على هذا المشروع. أهالي الطلاب وقعوا رسالة سترفع إلى الوزير بوعاصي، وذلك في خلال اعتصام ينفذ الخميس في 10 صباحا أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث سيضعون مستقبل أولادهم بين أيدي الوزير أو من سيخلفه. ألين حلاق، قناة الجديد.